تقدم الدكتور جمال الجنزوري امس ببيان الحكومه لمجلس الشعب، ومن الجدير بالذكر ان هذا البيان لم يلقى قبول العديد من النواب والسياسيين والمتابعين الذين تابعوا هذا الحدث الهام. لكن من اكثر الامور التي تتعلق بالشان الثقافي في هذا البيان انه لا يوجد اي شان ثقافي في هذا البيان، ولعل من الواجب هنا ان نتساءل وان نسال السيد رئيس الوزراء عن سبب تجاهل الثقافة وتجاهل الوسط الثقافي والمنح الثقافي بشكل عام. هذا التجاهل المرير، فمعروف أن مجلس الوزراء يضم بين وزاراتي وزارة تسمى بوزارة الثقافة، وأن هذه الوزارة لها العديد من المهام والواجبات التي يجب أن تقوم بها، وأن هذه الوزارة تستقطع من الميزانية مبالغا كبيرة من ميزانية الشعب ومن أموال الشعب ومن أموال دفع الضرائب. فلماذا لم يقدم السيد كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بيانا بما حدث في هذه الوزارة؟ ولماذا لم ينتبه إلى أننا الآن في وضع حرج وحساس ودقيق جدا، نريد فيها أن نؤكد على هويتنا الثقافية والحضارية، ونريد فيها أن نستغل ميراثنا وتطورنا وريادتنا للعالم العربي وأن نستعيد دورنا. فلماذا تجاهل السيد كمال الجنزوري هذا المطلب المهم والأساسي، ولماذا لم يكن شفافا في التعامل مع الوضع الثقافي؟ وهنا تقدر الإشارة أن الهمسات بدأت تتوالى من أن السيد كمال الجنزوري ربما خشي من الأغلبية الإسلامية حينما تجاهل الثقافة، وهذا طبعا يعني كلام لابد أن يقطع عليه الطريق تماما، لأن الثقافة ليست عيبا وليست سبة وليست طرف. الثقافة عامل أساسي ومهم وشريك، وأعتقد أنه الشريك الأكبر في تقدم مصر وتطورها بشكل كبير جدا. على في سياق متصل برضو بهذه الأحداث، اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام اليوم في مجلس الشعب وناقشت فكرة تضمين العديد من المبدعين والمثقفين. وفي الحقيقة أنا شايف أن لجنة الثقافة في مجلس الشعب الآن بتقوم بدور حيوي ودور مهم جدا 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 في تطوير العملية الثقافية، وأعتقد أن سيحدث فيما بينها تآلف حتى منها لبعض النواب من الأحزاب التي على الخلفية الإسلامية. أعتقد أن هؤلاء النواب ربما يكونون سفراء للثقافة في أحزابهم، وربما يساعدون على تنمية الوضع الثقافي. لو نظرنا النهاردة لهذا الاجتماع الذي عقد في هذه اللجنة سنجد أنه أسفر عن عدة طلبات مهمة. فقد طلب المهندس محمد الصاوي رئيس اللجنة بإقالة إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة اسكندرية، وكما طلب بمحاسبته عن الفترة الماضية، وهو المطلب الأساسي والرئيسي الذي كان يطالب به العديد من المثقفين في طوال الفترة الماضية، وكان يطالب به أيضا العديد من العاملين في مكتبة اسكندرية الذين تظاهروا أكثر من مرة واعتصموا أكثر من مرة من أجل تحقيق هذا المطلب. ونأمل طبعا أن تستمر لجنة الثقافة والإعلام في القيام بدورها الرقابي والتشريعي فيما يخص كل ما هو ثقافي، وأن تكون بوابة ونافذة لحرية الرأي والتعبير في مصر. اليوم السابع مباشر، الخبر من قلب الحدث.